يا صباح الفل والخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه نادي الزمالك في كل مكان. حلقه جديده من برنامجكم نهارك ابيض، حلقه يوم السبت 27 ابريل 2024، ونهار ابيض سعيد على كل جماهير القلعه البيضاء في كل مكان. يعني في بدايه حلقتنا النهارده اكيد كلنا يعني مستنيين نادي الزمالك بكره، خلاص 24 ساعه بتفصل نادينا عن المباراه المرتقبه. لو هنتكلم عن المباراة أو اللقاء فهو أكيد لقاء حاسم، لقاء مش هبالغ لو اتكلمت بحضراتكم أنه هو هيبقى نقطة فيصلية في موسم نادي الزمالك، لكن إن شاء الله بإذن الله نكون وتكون لعيبة نادي الزمالك كلها على الموعد في المباراة، وكل لعيبة نادي الزمالك إن شاء الله في كامل تركيزها وكامل عزيمتها أنها تفوز بالمباراة وتحجز من خلال هذه المباراة تذكرة التأهل لنهائي الكونفدرالية الأفريقية. إن شاء الله تكون المرة الثانية في تاريخ مدرسة الفن والهندسة. لو هتكلم مع حضراتكم عن أوضاع البعثة هناك أو حالة الفريق هناك اللي موجودة في غانا في كوماسي، فداخل مقر بعثة نادي الزمالك الحمد لله الناس كلها كويسة، اللعيبة كلها في أفضل حال في أفضل ما يكون، سواء لعيبة سواء جهاز فني، في حالة كبيرة من التفاؤل لكن في نفس الوقت في حالة كبيرة من التركيز الكبير والاهتمام بكل التفاصيل الصغيرة قبل الاهتمام بكل التفاصيل الكبيرة. لعيبة نادي الزمالك عارفة حجم المسؤولية اللي عليها، لعيبة نادي الزمالك والجهاز الفني ومجلس الإدارة عارفين آمال وطموحات جماهير نادي الزمالك عارفة إزاي. فكل دوت إن شاء الله بإذن الله بكرة لعيبة نادي الزمالك تقدمه وتعمله من خلال تقديم مباراة وتقديم 90 دقيقة إن شاء الله يبقى كلها روح وكلها يعني قتال ورجولة، واللعيبة تاكل النجيلة بلغة الكورة، وإن شاء الله يقدموا مباراة تليق بسمعة وعراقة تيشيرت نادي الزمالك. البعثة هناك وأفراد البعثة كلهم الحمد لله بخير، مفيش بس غير يعني امبارح للأسف شيكابالا تعرض لإصابة بسيطة، لكن إن شاء الله بإذن الله بنتمنى إنها ما تأثرش عليه ويكون جاهز بكرة للمباراة. وعايز أقول لكم برضو أن كل اللعيبة في أقصى درجات التركيز، كل اللعيبة يعني بيعملوا كل حاجة وفي حماس كبير في التقسيمة وفي التمرين وفي كل يعني ثانية هناك في المعسكر، عشان أكيد كله عايز يبقى موجود سواء في التشكيل الأساسي أو حتى في قائمة المباراة. هناك زي ما احنا عارفين مجلس إدارة نادي الزمالك يعني موجود، دكتور حسام المنداه رئيس البعثة والافاضل اللي معاه طبعا من مجلس الاداره، واللي على راسهم اكيد كابتن حسين لبيب اللي بيحاول يوفر للبعثه ولاعيبه نادي الزمالك كل حاجه يحتاجوها هناك، كل تفصيله كبيره وتفصيله صغيره رئيس نادي الزمالك كابتن حسين لبيب بيحاول يوفرها للاعيبه نادي الزمالك، وبيوفر لهم المناخ وبيهيئ لهم كل حاجه عشان يبقى اللعيبه مركزه بس في المباراه، اللعيبه تبقى عايشه بس في جو المباراه، عشان ان شاء الله يقدموا مباراة كبيرة جوه الملعب، يقدموا مباراة كبيرة في كل ثانية في المباراة. كمان موجود كابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف كمان على فريق الكورة، كان امبارح اتكلم وقال إن الإدارة يعني عملت اللي عليها، الإدارة وفرت كل الإمكانيات ووفرت كل الأجواء للفريق قبل مواجهة دريمز الغاني اللي هتكون إن شاء الله بكرة في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية. إن شاء الله الإدارة يعني بقدر تعبها وحرصها الكبير، بقدر ما عندها ثقة كبيرة في نفس الوقت في جميع اللعيبة، عندها ثقة كبيرة في الجهاز الفني ومستر جوزيه جوميز ان هم ان شاء الله يقدموا مباراة ويقدموا صورة عن نادي الزمالك تليق بنادي الزمالك وتليق بجمهور نادي الزمالك الكبير، اللي ان شاء الله لعيبة نادي الزمالك يعني بكرة هتنزل المباراة وعايزين بس يسعدوا جمهور نادي الزمالك، عايزين بس يعني يبسطوا جمهور نادي الزمالك، مش عايزين اي حاجه غير ان هم يشوفوا جمهور نادي الزمالك مبسوط، عشان جمهور نادي الزمالك يستحق بصراحه الكتير والكتير من البطولات والانجازات واي حاجه حلوه لنادي الزمالك بشكل عام. الفريق الحمد لله جاهز بكره ان شاء الله للمباراه، زي ما انا بقول لكم مجلس الاداره بيدعم اللعيبه، بيدعم الجهاز الفني، كل الدعم اللي تتخيله من دعم مادي سواء مكافئات، من دعم معنوي سواء جلسات مع اللعيبه او مع الجهاز الفني، ان هو دايما بيتكلم مع اللعيبه. مش هقول لكم على اهميه المباراه، اللعيبه عارفه اهميه المباراه والجهاز الفني عارف اهميه المباراه، لكن بيتكلم معاهم الكلام اللي كل مشجع عايز يقوله، اللي الجماهير كلها عايزه تقوله، وهو ده اللي اكيد عارفينه لعيبه نادي الزمالك واكيد مستر جوزيه جوميز،
عارف جماهير نادي الزمالك عايزه ايه، وعارف جماهير نادي الزمالك بالنسبه لها بطوله الكونفدراليه هتفرق ازاي معاهم ومع النادي خلال الفتره اللي جايه. مستر جوزيه جوميز عنده اختبار قوي بيتعلق بقى بكيفيه ان هو ازاي يحضر الفريق بكره بالشكل الامثل، ازاي يجهز 11 لاعب بكره هيبدا المباراه، وازاي ان شاء الله يكون يعني ربنا موفقه في اختياراته ان هو يختار كل لعيب بعنايه شديده جدا جدا خلال هذا اللقاء المرتقب. وان شاء الله باذن الله ربنا يعني يوفقه سواء في تشكيله اللي هيبدا بيه سواء في تغييراته خلال احداث يعني المباراه. لكن يعني خصوصا بصراحه يعني الفتره اللي فاتت كان في كلام يعني اللي من بعض الناس اللي بتتكلم على اللي دايما في حاجات وده، مفيش اي حاجه، الامور كلها مستقره، الامور كلها على افضل ما يكون داخل نادي الزمالك، في جو من الاستقرار، في جو من الهدوء، في جو من التركيز في كل بصراحه المنظومه الكرويه داخل نادي الزمالك. فان شاء الله باذن الله اللعيبه تعمل اللي عليها والجهاز الفني يعمل اللي عليه ويقدموا مباراه تليق بنادي الزمالك. لكن لو هرجع لمستر جوزيه جوميز فهو برضو عنده يعني اهتمام كبير جدا بالجانب الهجومي، عنده اكيد بكره عناصر هترجع زي نجم الفريق احمد مصطفى زيزو، عنده مصطفى شلبي، عنده لعيبه يعني بكره ان شاء الله كلهم يفرقوا مع الفريق. لكن زي ما احنا او زي ما مستر جوميز هيهتم بالجانب الهجومي لازم يهتم بالجانب الدفاعي، ويكون عنده حرص كبير جدا ان هو ازاي يامن مرمى محمد عواد، وده مش هيحصل غير بس ان هو لازم يقفل المساحات على الفريق الغاني، لازم دايما يحرم الفريق الغاني من الكره يعني على قد ما يقدر، ما ينفعش نسيب دايما الاستحواذ ليهم، لازم الكره الثانيه دايما او السكند بول تبقى دايما مع لعيبه نادي الزمالك، لازم يبقى في ضغط كبير جدا من لعيبه نادي الزمالك من اول ثانيه في المباراه، ما نسيبش مساحات للعيبه دريمز الغاني، لازم نفرض شخصيه نادي الزمالك، لازم فريق نادي الزمالك يسيطر على المباراه من اول ثانيه لاخر ثانيه، لازم الفرص اللي هتتيح ان شاء الله للعيبه نادي الزمالك لازم يستغلوا لها افضل استغلال، لازم نستغل انصاف الفرص، المباريات اللي زي ديت مباريات النوك اوت يعني خلاص ما بتبقاش يعني انت حمل حاجه، او انت بقى كجمهور ما بتبقاش متحمل حاجه ان فرصه سهله تضيع، يبقى في بعض من التهاون، يبقى في بعض من الرعونه. التوفيق ده في الكوره احنا نعمل اللي علينا وممكن تعمل كل حاجه في الكوره، لكن التوفيق ما يحلفكش، ماشي ده ممكن نفهمه، لكن يبقى في رعونه يبقى في تهاون، لا مش عايزين نشوف الكلام ده، عايزين نستغل كل حاجه في المباراه ان شاء الله باذن الله نطلع بايجابيات كتيره في المباراه، ويبقى في اكيد بعض السلبيات اللي ممكن نقدر نشتغل عليها خلال الفتره اللي جايه. مفيش ابدا حد يعني دايما الايجابيات عنده بس ومفيش عنده سلبيات، لا دايما بيبقى عندك ايجابيات ودايما بيبقى عندك سلبيات، ويمكن هو ده اللي اشتغل عليه مستر جوزيه جوميز خلال الفتره اللي فاتت، ان هو ازاي اشتغل مع اللعيبه على الاخطاء الفنيه سواء في التمركز سواء في التحرك داخل الملعب، وفي نفس الوقت اشتغل معاهم على ازاي يطور النواحي الهجوميه عكس الفتره اللي فاتت. عايز اقول لحضراتكم احنا بنبدا اسبوع زملكاوي، بنبدا اسبوع مهم جدا لنادي الزمالك وفي تاريخ نادي الزمالك، مش بس في كره القدم، لا ده انت عندك في كل الالعاب الجماعيه عندك اسبوع يعتبر حاسم جدا جدا لنادي الزمالك. عندك كرة القدم بكرة مواجهة يعني صعبة جدا مع دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، عندك في الكرة الطايرة النهاردة لقاء مهم جدا بنادي الزمالك والجيش هيكون الساعة 6 مساء، والفائز إن شاء الله يتأهل لنهائي الكاس يوم الأحد الساعة 8، عندك كرة اليد وكوماندوز اليد نهائي كأس الكؤوس مع نادي الترجي التونسي النهاردة الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة، ماتش مهم قوي 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 لكوماندوز اليد ولجمهور نادي الزمالك اللي دايما عنده ثقة في كوماندوز فريق اليد، وزي ما انا قلت لكم يمكن كانت الفترة اللي فاتت كان في بعض الاخفاقات وبعض النتائج السلبية، لكن فريق اليد بيعرف ازاي يرجع. عندنا في فريق اليد دلوقتي لعيبة شباب كتيرة في عناصر الفريق او في قائمة الفريق، لسه محتاجين ان هم يعني يبقى عندهم خبرات، محتاجين مباريات، محتاجين 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 عشان يتقالوا ويبقى لعيبة كبار زي اللعيبة اللي كانوا موجودين في كرة اليد في نادي الزمالك، الاسماء طبعا الكبيرة واللي كلها محترفة دلوقتي في اكبر اندية العالم. عندك ان شاء الله النهاردة مباراة يعني ببطولة لنادي الزمالك مع نادي الترجي، وزي ما احنا عارفين نادي الترجي
يعني كان فاز على النادي الاهلي في المباراه اللي فاتت، فاكيد النهارده عنده طموحات كبيره جدا ان هو كمان يعوض خسارته اللي فاتت امام نادي الزمالك. لكن ان شاء الله كوماندوز الياد النهارده يبقوا على قدر المسؤوليه ويبقى عندهم اصرار وعزيمه كبيره جدا جدا ان هم يسعدوا جماهير نادي الزمالك في كل مكان. عندك كمان كره السله يوم الثلاث برضو في نصف نهائي الكاس مع الاتحاد الساعه 7 مساء، والكسبان هيلاعب طبعا يعني المواجهه المنتظره اللي هتكون ما بين الاهلي والجزيره، هتبقى يوم الخميس اللي جاي. ويوم الخميس اللي جاي في نفس اليوم هيبقى عندك بقى مباراه في الدوري لنادي الزمالك مع نادي البنك الاهلي. فاسبوع دسم لجمهور نادي الزمالك، اسبوع ان شاء الله باذن الله بنتمنى ان يعني نادي الزمالك بشكل عام يحقق اكبر نتائج ايجابيه ويحقق اكبر عدد من البطولات اللي داخل عليها. انت بتتكلم في نهائي او نص نهائي، يعني انت بتتكلم في ماتش يوديك مباراه نهائيه ببطوله او ماتش النهارده يجيب لك بطوله زي مباراه اليد. فان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق لكل الالعاب داخل نادي الزمالك، لفريق اليد، لفريق الطايره، لفريق السله، لفريق كره القدم اللعبه الشعبيه الاولى داخل نادي الزمالك. واحنا كلنا اكيد النهارده يعني دايما كلنا في انتظار مباراه اليد وبكره مباراه كره القدم، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفق يعني يا رب كل اللعيبه داخل نادي الزمالك وكل الفرق الرياضيه داخل نادي الزمالك خلال هذا الاسبوع الهام جدا جدا في تاريخ نادي الزمالك، واللي اكيد بيهم كل ما هو زملكاوي في كل مكان. ويعني جمهور نادي الزمالك يعني دايما ورا اي فرقه، دايما ورا اي لاعب، دايما ورا اي لعبه داخل نادي الزمالك، فاكيد بننتظر منهم من يعني ملحمه ان شاء الله في كل الماتشات المهمه اللي هيلعبها نادي الزمالك خلال هذا الاسبوع. وبمناسبه الجماهير، فزي ما احنا شفنا يعني من خلال الصور والفيديوهات، الاعضاء الكورفا سود او الوايت نايتس نادي الزمالك سافروا وموجودين في كوماسي هناك مع فريق نادي الزمالك، وهيبقوا موجودين بكره ان شاء الله في المباراه وعشان يساندوا ويدعموا فريق نادي الزمالك. وزي ما انا بقول لكم يعني جمهور نادي الزمالك دايما موجود في كل مكان ورا اي لعبه، خاصه يعني لعبه كره القدم في نادي الزمالك دايما ما بيتوصاش في المسانده والدعم حتى لو بعدد قليل، لكن عنده الدافع وعنده الحب وعنده الايمان في نفس الوقت ان هو مآمن باللعيبه اللي موجوده، ان هو مآمن بالفريق اللي موجود، مآمن بكل عنصر داخل المنظومه بشكل عام داخل نادي الزمالك. فيعني ده مش غريب ولا جديد على جمهور نادي الزمالك في اي مكان، دايما بتلاقيه موجود في اي مكان، دايما بتلاقيه مساند لفريق نادي الزمالك في كره القدم ولكل فرق نادي الزمالك في كل مكان. فبإذن الله يعني مرة تانية وتالتة بنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك النهاردة في مباراة اليد مع نادي الترجي، بنتمنى كل التوفيق بكرة في مباراة دريمز الغاني مع فريق كرة القدم إن شاء الله بكرة. نادي الزمالك يحجز بقى تذكرة الصعود للمباراة النهائية، واللي أكيد يعني هنواجه فريق نهضة بركان. حضراتكم أكيد عارفين يعني المشاكل اللي حصلت الايام اللي فاتت، نادي نهضة بركان ونادي اتحاد العاصمه، واعتبار اتحاد العاصمه يعني خسران 3-0، ف يعني الدنيا صعبه جدا ما بين يعني الناديين دول. واعتقد كده ان المباراه هناك مش هترجع يعني تاني في قرارها بالنسبه للكاف. المباراه اللي اتخذته او القرار اللي اتخذته الاتحاد الافريقي يعني بخصوص هذه المباراه، واكيد بنتمنى يعني ما كانش الكلام ده يحصل لكن دي حصل. لكن ان شاء الله باذن الله بنتمنى التوفيق نادي الزمالك يقابل اللي هو يعني باذن الله يعني نعدي منه بكره، وبعد كده نوصل للنهائي في الكونفدراليه الافريقيه، وان شاء الله باذن الله بالاصرار والعزيمه والروح الكبيره نادي الزمالك بكره يقدر يعدي من مواجهه دريمز الغاني ويوصل للنهائي الكونفدراليه الافريقيه للمره الثانيه في تاريخه. يعني تقرير بصراحه يخليك كده يعني او يخلي جسمك تقشعر بصراحه من صوت الجمهور والكلام بصراحه اللي موجود في التقرير والمشاهد اللي كلنا يعني دايما عمرنا ما ننساها لعيبه نادي الزمالك ولاي فرد داخل نادي الزمالك. ودايما جمهور نادي الزمالك هو كلمه السر. دايما جمهور نادي الزمالك هو السيف والدرع في كل الاوقات لنادي الزمالك.
ده التقرير ده كان مجرد يعني رساله صغيره كنا حابين نوجهها للعيبه نادي الزمالك، للجهاز الفني، لمجلس الاداره، لاي حد موجود بكره في المباراه. ويمكن ده دورنا، ده دور الاعلام الزملكاوي، ده دور اي حد زملكاوي. اي رساله عايز تقدمها، اي رساله عايز تبعتها، ده حقك. لكن دوركم بقى بكره، واجبكم بقى بكره، اي حاجه عليكم بكره، بكره المسؤوليه كامله عليكم. واحنا عارفين اللي انتوا مش هتخذلونا، وعارفين اللي انتوا ان شاء الله تكونوا قد الثقه وقد كل حاجه جمهور نادي الزمالك عايزها بكره منكم في المباراه. ودي زي ما انا قلت في بدايه الحلقه، يعني اقل حاجه تقدروا تقدموها بكره لجمهور نادي الزمالك هو المكسب، هو الصعود للمباراه النهائيه ان شاء الله في الكونفدراليه الافريقيه. وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم بكره رجاله، وترجعوا ان شاء الله باذن الله منصورين من قلب غانا، وتحديدا من قلب كوماسي العاصمه الغانيه، وتكون ليله بيضاء بخطين حمر يسعد فيها كل جماهير نادي الزمالك العظيمه في كل مكان. النهارده في الجزء الاخير من حلقتنا هيشرفنا وينورنا المحلل الرياضي محمد علي عبد اللطيف، وهتكون فقره فنيه كرويه مهمه جدا، وهنتكلم معاه بقى عن المباراه المرتقبه بكره مع نادي دريمز الغالي ان شاء الله في الجزء الاخير من حلقتنا. دلوقتي خلونا نقول لكم كل الجديد على الساحه الزملكاويه وفقره ايه الخبر. في نهارك زملكاوي، اكد الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكره على اهميه مواجهه دريمز الغاني في اياب الدور نصف النهائي لبطوله الكونفدراليه الافريقيه المقرر ليها بكره ان شاء الله في استاد بابا يارا الرياضي. وكان الكابتن عبد الواحد اتكلم ان الامور يعني ماشيه داخل بعثه الفريق في مدينه كوماسي الغنيه بشكل مثالي، الجميع ملتزم بالبرنامج الموضوع من الجهاز الفني للفريق. وكمان اضاف كابتن عبد الواحد ان في حاله من التركيز الكبيرة جدا داخل البعثة، والجميع عارف أهمية المباراة، وكل يعني اللعيبة عندها رغبة ودوافع كبيرة جدا إنها تحقق بكرة المكسب. وأكيد كل ده برضو موجود عند الجهاز الفني عشان يبقى فيه يعني حسم بقى بكرة للتأهل للمباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية. واختتم الكابتن عبد الواحد تصريحاته وقال إن هدفنا إسعاد الجماهير اللي بتسندنا في مصر باستمرار، بالإضافة إلى الجالية المصرية اللي موجودة في غانا. مستر جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك كان ليه جلسه مع اللعيبه على هامش التدريبات الجماعيه امبارح، وكان المدير الفني يعني اتكلم وحفز اللعيبه بشكل كبير جدا قبل المواجهه المرتقبه امام دريمز الغاني، واتكلم معاهم على اهميه المباراه وضرورة التأهل للدور النهائي من ملعب المنافس، وشدد ان اللقاء من اهم محطات الابيض خلال الموسم الحالي. وكمان اكد جوميز للعيبة على ثقته الكبيرة ان هم ان شاء الله يرجعوا الى القاهرة ببطاقة التأهل للمباراة النهائية، واسعاد الملايين من جماهير نادي الزمالك اللي اكيد بتنتظر المنافسة والفوز بلقب كأس الكونفدرالية الافريقية. كمان خاض لاعبو الفريق فقره بدنيه قويه خلال مران امبارح الجمعه، وشهدت الفقره تركيز الجهاز الفني على رفع المعدل البدني للعيبه قبل مواجهه دريمز الغاني، وبيخضع الفريق لبرنامج بدني خاص تم اعداده عن طريق جواو ميجيل مخطط الاحمال بالفريق عشان يجهز اللعيبه للمباراه المرتقبه. وان شاء الله اللعيبه بكره تبقى كلها جاهزه بنسبه 100% لمواجهه دريمز الغاني. لويز فيزنتي مدرب حراس مرمى الفريق كان ليه جلسه مع الثلاثي محمد عواد ومعاذ علاء وعبد الرحمن نفاد على هامش التدريبات الجماعيه، وشهدت الجلسه شرح العديد من المواقف الفنيه اللي ظهرت خلال المباريات الاخيره وكيفيه التعامل معاها. بجانب ده كان بيصحح بعض النقاط الخاصه بالتمركز، وطالب فيزنتي من الحراس الثلاثه التركيز والاستعداد بكل قوه للمباراه، واكد على ثقته التامه في كل الحراس اللي موجودين في قائمة نادي الزمالك. جا
جوزيه جوميز كان يعني ليه بعض التعليمات الخاصه للثلاثي مهاب ياسر وترابيس موتيابا وزياد كمال على هامش التدريبات، وكانت الجلسه يعني فيها بعض التعليمات من المدير الفني للثلاثي بخصوص التسليم والتسلم ونقل الكره من وضعيه الدفاع للهجوم بشكل سريع من اجل تنفيذها خلال المباريات. وحرص مستر جوزيه جوميز على متابعه تنفيذ اللعيبه لتعليماته داخل الملعب. كمان خاض لاعبو الفريق فقره فنيه خلال التدريبات الجماعيه امبارح، وشهدت الفقره التركيز على التصويب داخل وخارج منطقه الجزاء بجانب تنفيذ بعض الجمل الفنيه المتفق عليها خلال المران. كمان لعيبه نادي الزمالك كان يعني في تقسيمه فنيه قويه بين اللعيبه، وشهدت التقسيمه تنفيذ العديد من الجمل الفنيه من اللعيبه تحت قياده المدير الفني مستر جوزيه جوميز وجهازه المعاون. كمان ادى لاعبو الفريق فقره خاصه للتدريب على ركلات الترجيح خلال المران، واتكلم البرتغالي جوزيه جوميز مع اللعيبه واكد على ضروره التدريب على ركلات الترجيح تحسبا للجوء اليها. يعني اكيد الراجل لازم يعني يبقى مجهز ويبقى حاطط كل السيناريوهات لكل اللعيبه داخل نادي الزمالك، محدش يعرف المباراه ممكن تمشي ازاي، محدش يعرف سيناريو المباراه ممكن يبقى ازاي، فلازم يعني مستر جوزيه جوميز او المدير الفني لنادي الزمالك يبقى محضر ومجهز اللعيبه على اي حاجه تحصل داخل المباراه. لسه مكملين اخبارنا، لكن نروح لخبر غير سعيد بالنسبه لنا كزملكاويه من عند محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق اللي تعرض لاصابه امبارح في التدريبات الجماعيه. وكان اتكلم دكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي ان شيكابالا تعرض للاصابه يعني رخمه شويه بلغه الكوره، وكانت اصابه في العضلة الأمامية خلال التقسيمة الجماعية امبارح. وشيكابالا خضع لجلسات تلج يعني مكثفة على موضع الإصابة، وأضاف رئيس الجهاز الطبي وقال فضلنا إن شيكابالا يخرج من الملعب وإن هو ما يكملش التدريبات، وإن شاء الله هيخضع النهاردة للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة القادمة. بإذن الله بنتمنى يعني تكون الإصابة خفيفة ونطمن على شيكابالا، و زي ما انتم شايفين حتى على الصوره يعني التلج موجود على قدم او رجل شيكابالا في المران. ويعني شيكابالا يعني ما فيش كلام بصراحه يقدر يوفيه، واحد من اهم اللعيبه في الكره المصريه بشكل عام وفي تاريخ نادي الزمالك، فمهم جدا جدا ان هو يبقى موجود بكره بالشكل الامثل ويكون جاهز بكره ان شاء الله يعني تحسبا لمشاركه اللاعب في اي وقت من المباراه. وشيكابالا زي ما احنا عارفين لعيب لا غنى عنه في تشكيلة نادي الزمالك، فإن شاء الله بنتمنى كل السلامات لقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا. كمان كان اتكلم أحمد حمدي امبارح وقال إن يعني كل اللعيبة في حالة كبيرة من التركيز قبل مواجهة دريمز الغاني، وقال برضو إن كل اللعيبة في حالة من التركيز الشديد قبل مواجهة دريمز، وأكد على ثقته في تحقيق الفوز على الفريق الغاني والعودة إن شاء الله ببطاقة التأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية. واختتم اللاعب كلامه وقال إن فريق دريمز فريق جيد فريق منظم، لكن إحنا يعني اللي أهدرنا فرص كتير في مباراة الذهاب، وأكد على ثقته التامة في كل لعيبة نادي الزمالك إن هم إن شاء الله يقدموا مباراة مميزة ويتخطوا المنافس في مباراة العودة. كمان اتكلم السنغالي ابراهيم انداي لاعب الفريق على ان اللعيبه هدفهم الفوز والتاهل امام دريمز الغاني في مباراه الاياب في البطوله الكونفدراليه. وقال ابراهيم انداي ان مباراه الذهاب يعني ما كانتش سهله، وكمان قال ان فريقنا اهدر العديد من الفرص في اللقاء، وكمان يعني اتكلم اللي هو يعني هيعمل كل اللي عليه وكل اللعيبه هتعمل كل جهدها في المباراه عشان يتاهلوا للمباراه النهائيه. وكمان قال ان يعني كل لعيبه نادي الزمالك وكل المنظومه بتسعى للفوز، لان الجماهير بتنتظر عوده الفريق ببطاقه التاهل الى نهائي البطوله، وان شاء الله لن نخذل جماهير نادي الزمالك. ده كان كلام ابراهيم نضاي، واحد يعني من اللعيبه اللي كانوا في فتره اصابه في الفتره الاخيره. جمهور الملكي شعبت
غانا. يعني بصراحة ما احنا دايما بنقول جمهور نادي الزمالك دايما في كل مكان ما بيبقاش كلامه خلاص. حضراتكم شايفين اهو على الشاشة جماهير غنية بقى، مش مصرية حتى اللي مسافر عشان الفريق، دي جماهير غنية رايحة تشجع نادي الزمالك، رايحة تنادي على لعيبة نادي الزمالك وبتحب لعيبة نادي الزمالك زي زيزو، زي ما احنا شفنا كده هتافات الجمهور الغاني. فبتبقى لقطات جميلة وبتبقى لقطات بصراحة بتبين لك قد ايه حجم وشعبية نادي الزمالك الكبير في كل مكان. فيعني ده مش غريب على جمهور نادي الزمالك اللي موجود في كل مكان، اللي موجود في مصر، اللي موجود بره مصر، في الوطن العربي، في القارة الأفريقية. وإن شاء الله بإذن الله لعيبة نادي الزمالك لن تخذل جمهور نادي الزمالك العظيم في كل مكان، اللي دائما وأبدا هو بطل القصة الحقيقية. نبدأ نهارنا العالمي من عند إسبانيا بفوز ريال مدريد على ريال سوسيداد بهدف دون رد في المباراة اللي جمعت الفريقين في الجولة 33 من منافسات الدوري الإسباني. سجل هدف الملكي الوحيد أردا جولر، وبالفوز ده بيرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 84 في صدارة جدول ترتيب الليجا الإسبانية، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند النقطة 51 في المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني. لسه مكملين في إنجلترا، وخبر مهم عن عودة ليستر سيتي للدوري الإنجليزي مرة تانية وصعوده للبريمير ليج. وكان هبط ليستر سيتي في نهاية الموسم الماضي برفقة ليدز وساوثهامبتون، وجاءت خسارة ليدز يونايتد على يد مضيفه كوينز بارك رينجرز بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 45 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزية، عشان يتفتح الباب أمام ليستر سيتي عشان يرجع تاني للبريمير ليج. الخسارة جمدت رصيد ليدز عند 90 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقط عن ليستر سيتي المتصدر، واللي يعني لسه عنده مباراة وتتبقى جولة إضافية في عمر المسابقة، يعني ما يعني أن ليدز يونايتد مش هيقدر يتجاوز عدد النقاط اللي عند نادي ليستر سيتي. فبالتالي العودة رسميا لليستر سيتي للدوري الإنجليزي الممتاز. بعد ما خلصت أخبارنا العالمية، تعالوا دلوقتي نروح نتعرف على أبرز مواعيد مباريات اليوم. اهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي وصلنا لفقره نبض 100 عقبه، لكن احنا النهارده بقى مش موجودين في 100 عقبه، احنا موجودين النهارده في غانا من قلب كوماسي مع الزميل مراد ابو جلال، مع زميلنا العزيز المنسق الاعلامي لفريق نادي الزمالك الاستاذ احمد شوقي، عشان يقولوا لنا اخر التطورات ويطمنونا على بعثه نادي الزمالك. يا مراد صباح الفل عليك.
صباح الفل عليك زميلي العزيز والمتألق خالد غانم سلطان، صباح الفل على كل جمهور الزمالك العظيم من داخل مقر إقامة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، واللي بالتأكيد بيستعد للقاء الهام والمرتقب يوم الأحد القادم أمام نادي دريمز الغاني. يمكن طبعا حول استعدادات الفريق وكل الكواليس هيكون معانا طبعا ناقدنا الرياضي المتألق دائما الأستاذ أحمد شوقي، طبعا المنسق الإعلامي للفريق الأول والناقد الرياضي الكبير. أستاذ أحمد برحب حبيك طبعا، بنقلك تحيات زميلي خالد. صباح الفل، نهارك ابيض مراد، نهارك ابيض يا خالد، ونهار ابيض ان شاء الله لكل مشاهدينا وجماهير نادي الزمالك في كل حته. اكيد يا استاذ احمد، طبعا جمهور الزمالك كله قاعد بقى مستني عايز يعرف الكواليس والدنيا ماشيه ازاي. طبعا يعني خلاص، يعني بكره ان شاء الله المباراه في حاله تركيز كبيره جدا، وانت راجل ملاحظها كمان، حاله تركيز زي ما بيقولوا بزياده نظرا لاهميه المباراه. مباراه في نصف نهائي الكونفدراليه، الزمالك هدفه انه يعني ينهي المباراه من الاشواط الاولى او يعني من 90 دقيقه الاولى. مش عايزين نروح لفكره ده الضغط النفسي وضربات الترجيح والكلام ده كله، لان طبعا تعرف اللائحه ضربات ترجيح مباشره. ان شاء الله نادي الزمالك جاهز للمباراه. انا شايف انه يعني طبعا على الرغم من امبارح كانت ضربه قاسيه لنادي الزمالك طبعا باصابه نجم الفريق وقائده كابتن محمود عبد الرازق شيكابالا باصابه في العضله الاماميه، عايزين برضو نطمن الجمهور. هو لاعب بيخضع لاشعه في الوقت الحالي وفحوصات، يمكن برضو لسه فيها شويه ورم، فمش قادرين نعمل الاشعه. دكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي مش قادر يعمل الاشعه، ولكن يعني هو على طول تم التعامل معاه سريعا واتحط التلج لمده ربع ساعه اول ما اللاعب اتصاب من ارض الملعب. بعد كده خضع لجلسه على طول اول ما تم وصل في العياده الخاصه اللي الجهاز الطبي بيجهزها داخل مقر الاقامه. وبناء عليه انا حتى يعني تواصلت مع كابتن شيكابالا، قال ان شاء الله باذن الله خير. طبعا هو متضايق طبعا جدا ان هو يعني قائد الفريق وعنده رغبه كبيره يبقى موجود، لكن ان شاء الله باذن الله يعني كابتن شيكابالا دوره جوه الملعب بره الملعب هو قائد حقيقي لفريق نادي الزمالك، واحد من اللعيبه كمان مش مجرد هو قائد، اللعيبه كمان بتحبه، اللعيبه بتقدره، بتحس دايما شيكابالا بيتعامل معاهم ان هم يعني لو اصغر منه ان هم اخواته الصغيرين. فدي حاجه مهمه جدا، شايف ان شاء الله باذن الله هينعكس عليها باذن الله المباراه. ان شاء الله استاذ احمد، بنتمنى السلامه طبعا لقائد الفريق كابتن شيكابالا. عايز اسالك بقى النهارده على اليوم، النهارده ماشي ازاي البروجرام بتاع اليوم؟ يمكن طبعا النهارده طبعا احنا نقول دلوقتي التوقيت بتوقيت غانا، الناس بتزود 3 ساعات نظرا لفرق التوقيت ما بين مصر وغانا. دلوقتي في غانا الساعه حوالي 9:30 او 9:30 ل 5 صباحا، يعني 12:30 بتوقيت القاهره. كان من حوالي ساعه فطار لكل اللاعبين 8:30 صباحا. هتقول طب ليه الفطار بدري؟ لان ميعاد التدريب هو الساعه 4. دكتور محمد اسامه بالتنسيق مع دكتور عمر عادل طبيب التغذيه عاملين برنامج ان الفرقه كل يوم من وقت يعني امبارح والنهارده 8:30 صباحا الفطار، الغدا حوالي 12:30، بعد كده توجه للتمرين 3:30، بعد كده المران 4. النهارده طبعا بيسبق المران الاساسي اللي هيتلعب على ملعب بابا يارا اللي هيستضيف المباراه. هو طبعا في مؤتمر صحفي هيحضره مستر جوميز وكابتن عمر جابر عشان يتكلموا عن اهميه المباراه. يمكن بعد قليل في الاجتماع الفني اللي هيتم فيه الاتفاق على الزي والامور التنظيميه الخاصه بالمباراه، هيحضره طبعا كابتن عمرو ابو العز وسعد عبدين، كابتن عمرو ابو العز المدير الاداري وسعد عبدين اداري الفريق، وكابتن مصطفى حسين ميلا مسؤول المهمات عن الفريق. ان شاء الله كابتن شوقي برضو نطمن الجمهور على الحاله المعنويه للاعبين، برضو اكيد انت حضرتك قريب منهم وكلنا قاعدين معاهم، كلنا بقى برضو نطمن الجمهور للحاله المعنويه واستعدادات بقى يعني كابتن زيزو وكابتن عمر جابر وكابتن فتوح اللي غابوا عن اللقاء ازاي؟ لا الحمد لله الثلاثه جاهزين بشكل نهائي، ان شاء الله يبقوا موجودين بشكل طبيعي ان شاء الله. الميزه كمان انه الزمالك ان الكل عايز يلعب، يعني اتكلمت مع الثلاث لاعبين، الثلاثه عايزين يلعبوا، يقولوا حتى لو حسينا بسن لا احنا عايزين، لان عارفين اهميه الماتش وعارفين قد ايه جماهير نادي الزمالك عندها رغبه وطموح ان هي توصل للنهائي القاري عشان نقدر ان شاء الله باذن الله ناخد اللقب الثاني في تاريخ نادي الزمالك في الكونفدراليه بعد نسخه 2019. لكن في الاخر كل اللاعبين جاهزين. مستر جوميز النهارده عنده محاضره بالليل هيتكلم فيها بشكل اكتر عن الخطه، امبارح كان في محاضره مبدئيه لكن النهارده في محاضره. يمكن حاجه برده مهمه، مستر جوميز بيحاول في التقسيمه وبيحاول في التدريبات ان هو خوفا من يبقى في حد مركز برده ان هو يلخبط اللاعبين، ما يعملش شكل لتشكيل اساسي والكلام ده كله، حتى هو ما اتكلمش مع اللعيبه خالص فكره التشكيل الاساسي، بيفضل ان هو ياخره لغايه اخر وقت قبل المباراه. اخيرا بقى استاذ احمد، درجه الحراره والرطوبه والجو ان شاء الله شافوا ازاي هو ياثر على اللعيبه ان شاء الله، او ما يعني باذن الله ياثر عنها بالايجاب، لان شايف ان كابتن شيكابالا امبارح قبل التمرين اتكلم معاهم وقال لهم الجو جو كوره وبدانا نتعود على الجو كده. هي جو الكوره، لكن بعد كده حتى كابتن شيكابالا لما بدا يحس ان الجو بدا يحرر زياده حتى وهزر وقال انا واضح ان انا ايه الموضوع كبر شويه، لكن هو في شويه حراره، وكمان في الساعه 4 اللي هيبقى عليها الماتش بقى
جو حر شويه بعدها بحوالي نص ساعه. يعني هو حتى بيتقال انه حتى كنت سالت احد الجاليه المصريه اللي هي طبعا موجوده، وان شاء الله بكره هيبقى في عدد من الجاليه المصريه بالاضافه لجماهير نادي الزمالك اللي هتبقى جت من القاهره وبدات اتحركت من القاهره امبارح عشان تبقى موجوده في المباراه، انه الملعب بابا يارا بعد فتره من حوالي نص ساعه بيبقى بتبتدي الشمس بتغرب شويه فالجو بيبقى افضل. فيعني ان شاء الله باذن الله هي اول ثلث ساعه نص ساعه الجو هيبقى فيها حر قوي، ان شاء الله باذن الله لعيبه نادي الزمالك قدها ورجاله وتقدر تعدي كل المطبات دي بسهوله، وان شاء الله باذن الله بكره بالليل هتكون الرساله بتاعتك ان شاء الله في برنامج زملكاوي باذن الله هي الاحتفال بتاهل فريق نادي الزمالك المباراه النهائيه ان شاء الله. يا رب يا زحمه كالعاده اطلعتنا على كل حاجه، بنشكرك منور ويعني بنثمن جهودك مع الفريق حاجه كبيره جدا وحاجه محترمه والله. ده دوري وانا بحاول ان شاء الله، يعني احنا كلنا مع بعض باذن الله كلنا نأدي دورنا على اكمل وجه باذن الله ولاعيبه وكل حد وكل الناس بتعمل عليها، فطبيعي ان انا احاول اعمل اللي عليا. وشكرا ليك يا مراد على كلامك، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق ليك ولكل جماهير نادي الزمالك ان شاء الله تفرح بكره ان شاء الله. شكرا ليك. شكرا. يعني زميلي العزيز خالد هاخد من كلام طبعا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد شوقي، ان شاء الله كل جمهور الزمالك يفرح ان شاء الله باذن الله يا خالد بكره يكون الخبر اليقين ان احنا نرجع بتذكره الصعود للدور قبل الدور النهائي ان شاء الله من بطوله الكونفدراليه الافريقيه. كل الامنيات الطيبه لفريقنا، كل الامنيات الطيبه لجمهور الزمالك باذن الله ان شاء الله باذن الله. خالد الان هطير اليك من مقر اقامه بعثه الفريق الاول لكره القدم الى نهارك ابيض، اليك الكلمه زميلي المتالق خالد غانم. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز مراد ابو جلال على هذا التقرير الوافي، واكيد بنشكر الاستاذ احمد شوقي المنسق الاعلامي من نادي الزمالك، وان شاء الله يا شوقي يا مراد باذن الله لعيبه نادي الزمالك بكره تعمل اللي عليها ويرجعوا لنا ان شاء الله ببطاقه التاهل لنهائي الكونفدراليه الافريقيه. دلوقتي خلونا نطلع لفاصل سريع عشان نستقبل ضيفنا اللي هيشرفنا ونورنا محمد علاء عبد اللطيف بعد الفاصل في نهارك ابيض. مصر مقيم هنا في دولة غانا في مدينة كوماسي. والله أولا هو بالنسبة لنا عيد للزمالك هنا في غانا في دولة غانا في مدينة كوماسي عامة. الجالية المصرية كلها هنا مبسوطة بوصول الزمالك لمدينة كوماسي. احنا كلنا ورا الزمالك، احنا زملكاوية كلنا ورا الزمالك. ان شاء الله يكون ماتش كويس مع فريق دريمز الغاني في وسط الشعب غاني بيحبنا وشعب محترم. بنقول ان احنا هنا ورا الزمالك لخدمه الزمالك، احنا بنحب حاجه اسمها زمالك. اي حاجه الزمالك يطلبها مننا او الفريق او الاداره احنا معاها. احنا هنا سبورت للزمالك. عدد الجاليه المصريه موجوده هنا في عدد، وان شاء الله يكون موجودين في الملعب. احنا ورا الزمالك التدريب في المطار في كل مكان لان احنا بنحب حاجه اسمها زمالك. والله هو فريق دينين من الفرق الجديده هنا في غانا، مش الفرق الشعبيه قوي، لكن الشعب الغاني شعب بيحب الكوره بيحب المتعه بيحب المهاره. يعني ابسط مثال شعبيه شيكابالا هنا تعدي شعبيه نادي دريمز عامه. والله ملعب بابا يارا ارضيه الملعب الناس ممكن تكون صعبه شويه لكن الملعب كويس. ان شاء الله اي اجواء حتى في الجو الرطوبه او كده. الزمالك الفرقه جت قبلها بثلاث ايام، وده شكر خاص للاداره اللي عملته كده عشان الفريق يتعود على الاجواء هنا. انا بالنسبه لي متعود على الاجواء هنا، بس بالنسبه للعيبه مثلا الرطوبه هنا عاليه او كده، لكن باذن الله يوم الاحد ان شاء الله تكون درجه الحراره والرطوبه معقوله شويه. لكن تحت اي ظرف ان شاء الله اللي انا شايفه اللي الزمالك جاهز تحت اي ظرف باذن الله. عمرو عبد السميع مقيم في دوله غانا في كوماسي. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله من ناحيه جمهور الزمالك ففي اعداد كبيره جدا متواصله معانا وجايين من مسافات بعيده جدا عشان يأيدوا ويشجعوا نادي الزمالك المصري، وان شاء الله باذن الله الفوز باذن الله والنصر ان شاء الله. الجماهير بيتواصلوا معانا وبيتواصلوا مع المسؤولين هنا وبنوفر لهم اماكن وبنوفر لهم دخول الاستاد، والامن هنا في غانا بيساعدنا جامد قوي، والسفاره المصريه ان شاء الله بتساعدنا جامد هنا، وطبعا واقفين في ظهر نادي الزمالك المصري ان شاء الله.
يعني بجد ترحيب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي وصلنا الجزء الأخير من حلقتنا ومنورني ومشرفني محمد علاء عبد اللطيف المحلل الرياضي المميز. يا محمد نهارك أبيض وصباح الفل. نهارك أبيض يا أستاذ خالد، ومبسوط إن أنا معاك النهاردة إن شاء الله. طبعا دايما بنتشرف بوجودك معانا يا محمد، وأكيد زي ما أنت شفت كده تابعت التقرير معانا، يعني جمهور نادي الزمالك دايما في كل مكان، الزملكاوية في كل مكان، وإن شاء الله بكرة يبقوا خير سنة بكرة مع نادي الزمالك في المواجهة الهامة مع نادي دريمز بول. إن شاء الله نكون في أحسن حالاتنا، إن شاء الله الجمهور اللي موجود هناك أو الناس اللي موجودة هناك، وسواء المقيمين أو اللي سافروا، يكونوا إن شاء الله سند لينا ونظهر بشكل كويس. الناس دي ما نغزلهاش، ما نغزلش الناس اللي هي منتظرة بطولة في الظروف دي، إحنا عايزين إحنا نفرح على مستوى الكورة. فبإذن الله لا كل الناس دي هتكون سند وهتكون دعم، واللعيبة إن شاء الله يقدموا ماتش محترم. بالظبط. محمد مباراة بكرة يعني مباراة بقى إيه؟ أنت ما بتتكلمش فيها إن أنت عايز أداء، انت عايز شكل حلو، انت عايز جمل، انت عايز تكسب بكره. مش بالضروره يعني، هي مش هتتحسب كده بالظبط. احنا برضو بنبقى طمعانين ان انا اقدم برضو شكل كويس. ليه؟ بس الكلام ده مش في نوك اوت يا محمد، انت عارف أوت. يعني نتيجه بكره المكسب فقط لا غير، هو كده كده ده المبدا العام بالظبط. ان جنرال من بره كده انا ببص الموضوع، المباريات تكسب ولا تلعب بالزبط. احنا بنبص لها كده في النوك اوت بالزبط. بس في التفاصيل لما انا ابص، انا يعني انا بلعب برضو في قاره افريقيا وبلعب مباراه خارج الارض وامام خصم احنا ممكن نقول عليه ان هو يعني مش منظم بالدرجه الكافيه، عشوائي الى حد ما، وعشان كده هو اللي هنا ده اللي عصلج لك الامور شويه في الماتش. بالظبط كده. فانت ما ينفعش ان انت يتم استدراجك لعشوائيته، لا لازم تظهر برضو بشكل منظم، تبقى تكتيكلي واقف على رجلك كويس جدا عشان انت تقهر الظروف اللي هو ممكن يحطك فيها. هو هيلعب مباراه اللي هو اسلوبه عشوائي، هيحاول ان هو يجرك لماتش مش بتاعك، لسيناريو مش بتاعك، انت مش هتكون مستريح. لكن لما انت تجره للسيناريو بتاعك انت، اسلوبك طريقه لعبك، لا هو مش هيكون مستريح ومش هيعرف يلعب، بناء عليه انت تقدر تتفوق. طبيعي جدا جدا المبدا العام انا لازم اكسب وانا نازل عشان اكسب، هو ده الهدف الاساسي من الموضوع. لكن الاهم برضو قبل كل شيء ان انا اكون جاهز لمواجهه الفريق ده وطريقه لعبه وعشوائيته. احنا عارفين، احنا شفنا دريمز عندنا في القاهره، شفنا ازاي بيلعبوا، شفنا تحولاتهم عامله ازاي. انا كان ممكن ابقى مندفع اوفر وابقى مش عامل حساب لاندفاعاتهم العكسيه والكلام ده كله، لا احنا لعبنا مباراه الى حد ما ما بين المتوازنه ما بين المباغته هجوميه. بس هو محمد فريق ما يخوفش برضه، بالظبط يعني ما فيش انياب هجوميه، ما فيش تنظيم حتى في التحولات. دي حقيقه. الزمالك اعلى بكتير بالظبط، افضل بكتير كجوده افراد كمجموعه، من ناحيه التكتيكيه احنا افضل كل حاجه. لكن صح. البطولات دي ليها دايما كده احتمالات احنا ما بنحبهاش، ليها سيناريوهات احنا ما فضلهاش، عشان خاطر كده احنا لازم نكون حاطين حسابها. لان انا في الاول والاخر انا بلعب في الدور ايه؟ نص نهائي بالظبط، انا مش بلعب في المجموعات لسه ولا في الدور التمهيدي، لا ده نص نهائي. فالغلطه بفوره سواء انا بلعب بقى قدام اكبر منافس في البطوله او فريق يعني لسه حديث التاسيس واول مشاركه ليه واول صعود ليه، لا انا لازم احط الاحتمالات ان انا لا انا نازل اكسب، ف100% انا مغطي كل الاحتمالات وكل السيناريوهات عشان اكون جاهز وعندي كمان خطط بديله. فده الرؤيه العامه او الطريقه اللي احنا المفروض نكون باصين ليها للماتش. وهدف نادي الزمالك انك يجيبه يبوظ كل حاجه بالنسبه بالظبط، هدف هناك ممكن يغير سيناريو المباراه. هدف بس انت محتاج بقى التاني بقى هدفين بقى يعني بالظبط. الفريق ده ما عندوش خبره، مش هيحصل يعني ما عندوش خبره في النوك اوت بالظبط، اول مره يوصل الادوار دي، فريق حديث التاسيس ما عندوش كواليتي. اللعيبه اللي هناك يعني كل اللي نعرفه هناك جون انتوي وعبد العزيز عيسى اللاعب الواعد اللي اوروبا كلها يعني متابعه عامله عليه سكاوتنج، بس شفناه يعني بالظبط لا لسه يعني هو مش الضجه اللي معمول عليه يعني 18 سنه ولا وبيلعب قدام الزمالك ولعيبه الزمالك برده كبيره قدامه. فهو الفريق مش قوي، مش مرعب، مش مخيف، ولكن انا لازم اللي هو اظهر قدامه لا انا الزمالك بقى يحترم. انا جاي عندك انا جاي عندك بالزبط. انا هكسبك وهتفوق عليك وهعمل يعني زي ما نقول كده احنا مش برده انا مش جاي العب دريمز بس انا مش جاي برضو اكسب دريمز بس بالزبط. انا كمان برسل رساله للطرف الثاني ان شاء الله اذا وصلت لا انا جاي صح. انا فريق قوي جدا، انا فريق صعب جدا، مش هتقدر تلعب معايا بسهوله. دي الحاجات اللي انا دي رسائل انا برسلها في الاول. صحيح. طيب بكره مستر جوزيه جوميز اكيد عنده يعني حاجات مهمه جدا، هو اكيد شغال مع الفريق يا محمد خلال الفتره اللي فاتت بالزبط. بس الدور النفسي بكره او من النهارده بقى لو هنتكلم مهم جدا، الناحيه النفسيه والناحيه المعنويه، وكلام مستر جوميز مع كل اللعيبه اللي موجوده في قائمه نادي الزمالك بكره. قائمه الجزئيه النفسيه طبعا هي مهمه، لكن انا ما عنديش خوف من الناحيه النفسيه، انا عندي خوف من الناحيه الذهنيه. لان احنا مثلا في مباراه الذهاب احنا وصلنا لجون كتير، مع ان فرقه دريمز ما كانتش بتهاجم وهم كانوا بيدافعوا طول المباراه، وصلنا لجون كتير جدا لكن ضيعنا كام فرصه.
طبعا الموضوع جزء منه سوء توفيق وجزء منه برضه سوء تركيز. احنا برضه ما بنبقاش مركزين. كان في تسرع شويه انت عايز تقول في تسرع يعني انا شوية. انا جزئيه الجانب النفسي انا ما عنديش منها خوف، انا متاكد لعيبه الزمالك هتنزل المباراه هتأدي بكل قوه. احنا برضه لازال عندنا حاله من الانتشاء، احنا برضه خارجين من مباراه القمه كسبانين، فعندنا احساس ان يعني الدنيا ايه فتحت في وشنا ونورت في وشنا، فاحنا ممكن نعمل وممكن نسوي والسيزون قدامنا نقدر نحقق، فالحاجات دي ممكن نستخدمها بجانب ايجابي في الحته النفسيه. صحيح. فانا ما عنديش خوف منها. انا خوفي كله من الحته الذهنيه، انا عايز اللاعب ينزل. انت عندك 90 دقيقه هناك في كوماسي، 90 دقيقه دي بالنسبه لك هي حياه او موت. صحيح بتلاعب فريق واحنا قلنا مش احسن حاجه، مش فريق يخوف، لكن يحترم بالظبط في كل الاوقات يحترم. تنزل كل كوره انا مركز فيها وكل اكشن انا باخده في الملعب انا مركز فيه، جات لي فرصه لازم اخلصها في الجون، لازم يبقى عندي الشراسه والفعاليه، دي اهم نقطه. فالجانب الذهني عندي اهم بكتير جدا من الجانب النفسي، لان انا لو انا كفرقه زمالك الجانب النفسي بتاعي انا مش خايف مثلا من مباراه دريمز، او انا امال انا هعمل ايه في النهائي لو انا عديت مثلا، او لو خصمي مثلا فريق زي نهضه بركان او اتحاد العاصمه هعمل معاه ايه؟ فلا انا لازم الجانب النفسي ده ما فيش منه، ده كلام مفروغ منه، لكن الاهم الجانب الذهني نكون مركزين، ده الاهم وده الفيصل عندنا ان شاء الله. اللعيبه برده هيبقى ليها دور مع بعض، اللعيبه الكبيره يعني شيكابالا عمر جابر يبقى ليهم كلام برده مع اللي. انا عايز اقول لك اللعيبه اللي عندها خبرات في البطوله الافريقيه عامه يعني بالظبط ليها اكيد كلام مع اللعيبه الصغيره، احمد حمدي فتوح برده عواد يبقى ليه كلام برده مع بالظبط، كل ده برده هيفيد برده. في لعيبه في الزمالك ممكن نقول ان هي اول مره في حياتها توصل للادوار دي او بالزبط. توصل مثلا لليفل دونجا عنده خبرات مع بيراميدز ما كان موجود ووصل نهائي قبل كده كذا مره. هو في بالزبط. الاول والاخر اللعيبه دي ممكن تكون بصه للموضوع على انه ضاغط في الاول والاخر، برضو تشيرت الزمالك ضغط، الوصول للادوار دي مع الزمالك ضغط، ان الجمهور مستنيك تحقق حاجه واثق فيك بشكل كبير ده ضغط. صحيح. كل الكلام ده في الاول والاخر، فدور اللاعب الكبير ان هو يزيح الضغط ده من على اللعيبه، ان هو يحاول يقول له لا ما تقلقش ما تخافش اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك، شيل من عليك، ركز كويس جدا في الماتش، قدم اللي عندك، انت ما فيش حاجه تخسرها يعني، انت عندك يعني حتى بيب جوارديولا كان بيقول لعيبه السيتي بيقول لهم يو هاف بيرميشن تو ميك ميستيكس، يعني انت عندك انا بسمح لك تغلط، فحاول تقدم اللي عندك ما تخافش. فما بالك بقى انت في الزمالك برده يعني ما فيش برده حاجه تخليك خايف، لا قدم اللي عندك وركز كويس جدا هتظهر بشكل كويس جدا، والجمهور هو اول واحد هيسند هيقف في ظهرك. اللاعب اللي هيبقى حاطط على نفسه ضغوط وخايف ونازل الماتش كان تيشيرت الزمالك تقيل عليه، كان الظروف تقيله عليه، لا انت كده بتخسر دعم الناس، بتخسر كده دعمك لنفسك، بتخسر دعم المدرب ليك. فعايزين كده طبعا لعيبه الزمالك الكبيره يكون ليها دور مهم جدا واستثنائي جدا زي شيكابالا زي عمر جابر، ان هم يتكلموا مع اللعيبه الصغيره ينصحوهم يا جماعه عايزين نكون مركزين، ما حدش يكون خايف، دي مباراه مهمه وهتفرق معانا جدا في باقي السيزون ان شاء الله. صحيح. طيب لو هنتكلم محمد برده عن اللعيبه بكره ان شاء الله اللي هتبقى موجوده وخلاص اوريدي رجعت وموجوده في قائمه الفريق، عمر جابر، فتوح، احمد، مصطفى زيزو، ثلاث لعيبه يعني قوه كبيره جدا في تشكيله نادي الزمالك وانت عارف وده معروف يعني للناس كلها، فبرضه وجودهم بكره هيدي تقل للعيبه نادي الزمالك وهيدي تقل لفرقه نادي الزمالك بكره في المباراه. بالظبط، انت في مباراه الذهاب خسرت الظاهرين بتوعك بسبب الاصابه. صحيح. ودول اهم كي بلايرز عندك في طريقه بالزبط. مستر جوميز ده بيفتح بيهم عرض الملعب. بالظبط. فدخل مباراه دريمز في الذهاب لعب ابراهيم اناداي باك ليفت ولعب ومصطفى الزناري باك رايت، فخسر الجانب الهجومي اللي كان بيستفيد بيه في وجود عمر جابر واحمد فتوح. صحيح. مش موجودين، فدول الاثنين لعيبه مفاتيح لعب. طبعا احمد مصطفى زيزو اللي هو من اهم لاعبي الفريق واللي هو لاعب بيخلق فرص كتير سواء من لعب مفتوح سواء من كرات ثابته، فانت برضو خسرته بسبب الاصابه، دي كلها جزئيات انت خسرتها في الذهاب، كلها ظروف صعبت عليك في مباراه الذهاب. انت المره دي بقى اللعيبه دي متاحه عندك، فالمفروض ان انت بقى هيبقى عندك كافه الادوات اللي تقدر تظهر بيها بالشكل اللي انت عايز تقدمه في الملعب، الشكل بقى الشرس، الشكل بقى المنظم، تقدر تخلق فرص بقى بالطريقه اللي انت عايزها، عمر جابر بقى يفتح لك الملعب ناحيه اليمين، فتوح يفتح لك الملعب ناحيه الشمال، هيبقى عندك اكتر من مفتاح لعب دلوقتي في الملعب بوجود زيزو. يعني طبعا احنا انا شايف ان لا يعني احنا نقدر نظهر بشكل احسن بكتير جدا من مباراه الذهاب، اللهم بس بعض الظروف اللي هي زي المناخ زي ارضيه الملعب، لكن انا شايف ان احنا بوجود الظاهرين اللي احنا خسرناهم بوجود زيزو لا هنكون احسن كتير ان شاء الله. طب شايف اصابه شيكابالا برده ممكن تسبب يعني نوع من انواع القلق بالنسبه لمستر جوميز؟ هو البدايل متاحه وكتير يعني برضو متيابه موجود انت عارف اكيد اكيد يعملوا له 1000 مليون حساب هناك في غاني اكيد طبعا شعبيته هناك كبيره جدا بالزبط. معروف هناك طبعا لكن غير امكانياته الكبيره شيكابالا انت عارف بفاول بشوطه باي حاجه ممكن يخلص لك المباراه بالظبط. لا انا بتكلم بس بدماغ مستر جوميز ان هو ممكن بالنسبه له الموضوع ما يبقاش
مرعب. لا انا عندي بدايل، انا هقدر اتدبر امري. يعني موتيابا موجود، محمد عاطف موجود، مهاب ياسر موجود، مصطفى شلبي رجع، انا هقدر دايمن داي اصلا دايمن داي موجود برضو. فهو يعني انا عندي اكتر من لاعب، انا هتدبر امري وهعرف امشي دنيتي. لكن طبعا شيكابالا من ناحيه ثانيه خساره برضو طبعا في الاول والاخر. انت عايز تقول لي في بدايل يا محمد، بس يعني يبقى شيكابالا طبعا. شيكابالا شيكابالا طبعا يفضل لاعب مهم في الفريق. بالظبط، يفضل لاعب. طيب لو هنتكلم خططيا، بالنسبه لك انت افضل خطه بكره ممكن يلعب بيها جوميز؟ الخطه اللي لعبنا بيها في مباراه النادي الاهلي هي دي افضل خطه. نفس التشكيل برضو، انت بتلعب بمسلوسي وحسام عبد الجيد في قلبين الدفاع، عمر جابر وفتوح، وقدامهم دونجا. بس انا هختار في الحاله دي، هختار محمد شحاته جنب دونجا. محمد شحاته هو اللي يكون موجود. انا هحتاج ان انا في مباراه زي دي وارد جدا يكون فيها اندفاعات كتير، يكون فيها ثنائيات كتير. هحتاج اتنين لعيبه عندهم قدرات بدنيه في نص الملعب، عندهم القدره على استرجاع اللعب ويدخلوا ثنائيات. فانا هحتاج محمد شحاته في الماتش ده. محمد شحاته لما نزل الماتش اللي فات عمل مباراه جباره وما شاء الله كواليتي ممتاز ومستنيين منه كتير. صحيح. فانا هحتاجه في المباراه دي. طبعا قدامه احمد حمدي، انا بحس ان احمد حمدي لما بيلعب بلاي ميكر بيأدي اكتر او بيقدر يظهر بشكل افضل، لان دي تقريبا زي ما نقول حتته، او هو بيقدر بقى يتحرك فيها ويقدم الكواليتي بتاعه اللي احنا مستنينه، وبيقدر يزيد للعمق، يقدم الزياده اللي انا ببقى مستنيها. فانا هحتاج احمد حمدي بلاي ميكر. طبعا هيبقى عندي زيزو متاح لو هو جاهز يلعب من بدايه المباراه، يلعب من بدايه المباراه. طبعا هيبقى عندي متيابة، هيبقى عندي مصطفى شلبي، عندي مهاب ياسر، فهيبقى عندي اكتر من لاعب ممكن ان انا ابدا بيه المباراه. صحيح. على حسب يعني ايه مين اللي هيكون اجهز، وحسب زيزو جاهز ولا لا. صحيح. انت كنت بتتكلم في نص الملعب، انت عايز شحاته يبدا بكرة. لازم شحاته يكون موجود. لازم تستفيد منه في النواحي الدفاعيه والنواحي البدنيه كمان. بالظبط، يعني عشان خاطر نامن التحولات العكسيه بتاعت الدريمز. لا يبقى عندي اثنين لعيبه في انضراط واقفين للتحولات دي، وعندهم القدره على استرجاع الكره باستمرار. بالظبط. فلا ده هيفرق جدا وجود محمد شحاته، وهو في المباريات الاخيره اللي شارك فيها رفقه دونجا هم اكتر اثنين لعيبه عملوا ريكفريز، بيسترجعوا الكره الثانيه وبيقدروا يتفوقوا على المنافس في الحته دي. صحيح. وده من اسباب ان الزمالك بيقدر يمسك كره فترات طويله المباريات اللي فاتت. صح. طيب الشغل الفني او الشغل التكتيك بشكل عام اللي شغال عليه بقى المدير الفني خلال الفتره اللي فاتت، اللي بيترجمه في الاخر المهاجم سيف الجزيري، بيقدم مستوى مميز الفتره اللي فاتت، وزي ما انت شفت التالق كان في مباراه القمه عامل ازاي، ونقدر نقول يعني ان ممكن الماتش ده محمد يرجعه تاني للفورمه بتاعته ويرجعه تاني لتركيزه، رغم ان هو ممكن يكون برده اهدر شويه بعض الفرص لمباراه الذهاب، لكن يبقى الجزيري واحد من اهم المهاجمين في الكرة المصرية وتحديدا في نادي الزمالك، اكيد هيبقى عليه دور كبير جدا جدا بكره. دي حقيقة. الجزيري طبعا من اهم اللعيبة اللي موجودة في الزمالك على الفترة الأخيرة، وطبعا ظهر في مباراة القمة بمستوى ممتاز جدا، وظهر في مباراة دريمز بالمناسبة بمستوى برضه كويس. ويعني هو بس المشكلة برضه هرجع وأقول في الجانب الذهني، أنا مشكلتي كلها في الجانب الذهني، اللي هو لو كان مركز في اللمسة الأخيرة في بعض الهجمات كان زمان الفريق ممكن يسجل هدف او اتنين. هي دي بس مشكله الجزيري عموما، اللي هو الجانب الذهني عنده احيانا ما بيبقاش في افضل حاله، ان هو بيضيع السهل، بيضيع السهل وبيجيب الصعب. بالظبط. يعني بالزبط. هو لو موجود ذهنيا في الماتش، لا هي يعني هي مجهوده اللي بيظهره في الماتش، يعني مجهود مباراه الذهاب كان جبار، حرك كتير وعمل ازعاج كبير جدا ووصل للمرمى كتير. الجزيري برضه مهاجم انت عارف فريخم بيرد الكوره، بيلتحم من ورا الديفنس وبيجري دي حقيقة. لكن هو للأسف الحتة الذهنية دي محتاج هو يركز عليها شوية، هتفرق معاه جدا جدا في تفاصيل كتير. فمباراة بكرة إن شاء الله الجزيري أنا أعتقد بنسبة كبيرة طبعا هيشارك أساسي، طبعا عطفا على أدائه مؤخرا. فإحنا منتظرين بقى الحتة الذهنية دي، الجزيري لو ذهنيا موجود بجانب الجانب البدني بجانب الجانب النفسي، لا أعتقد الجزيري إن شاء الله بكرة يسجل. طب شايف سامسون ومتيابة ممكن بكرة يبقى ليهم دور في المباراة؟ سامسون ممكن يكون بديل. متيابة وارد لو على حسب زي ما قلنا جاهزية زيزو. لو زيزو طبعا لو زيزو جاهز خلاص مفيش زيزو لو جاهز كلام. أعتقد إن زيزو هيلعب يمين ومصطفى شلبي شمال. بالظبط. عارفين كده ده اللي إحنا عارفينه. لو زيزو مش جاهز ممكن وارد جدا نشوف متيابة بيلعب في الوينج رايت، وارد جدا نشوفها. فهي على حسب، لكن لو مثلا زيزو جاهز ممكن متيابة وسامسون نشوفهم الشوط الثاني. دي وارد جدا بنسبه كبيره. ليه؟ لان برضو عايزين نقول الملاعب دي ملاعبهم، يعني هم تاسسوا اساسا في ملاعب زي بعض. محمد يهدوا بعض في الاول، وبعد كده ننزل احنا مصطفى شلبي يكمل على اللي موجود. هم دي الملاعب اللي هم بداوا فيها وتم تنشئتهم فيها وتاسسوا فيها. صحيح. ودي الاجواء اللي هم معتادين عليها، سواء مناخ بقى او الاجواء الافريقيه بشكل عام. فدي زي ما نقول كده اماكنهم، الاماكن اللي هم بيبدعوا فيها. فوارد جدا تكون اوراق لمستر جوميز على حسب برضو زي ما قلنا جاهزيه زيزو. زيزو جاهز هكون اوراق بديله وهكون مؤثرة ان شاء الله. طب بمناسبه الاجواء والملاعب اللي انت بتتكلم عليها، شايف برضو ان السفر قبل الماتش يعني بحوالي 3 4 ايام يقدر
خلاص لعيبه نادي الزمالك تاخد على الجو وعلى كمان ارض الملعب وعلى المناخ هناك بشكل عام للمباراه؟ المفروض وده القرار الصح عموما يعني ان انت في مباريات اللي هي رايح العب في دوله المناخ بتاعها مختلف عني تماما وارضيات الملاعب هناك طبعا الكواليتي مش زي استاد القاهره خالص فطبعا الصح اللي طبعا ان انت تسافر قبلها بكذا يوم اللاعب هناك ياخد على الارض يتدرب تمرينتين او ثلاث تدريبات يبدا يعرف طبيعه الارض اللي هو هيجري عليها يبدا يعرف طبيعه المناخ انا طبعا هجري قد ايه طب الرطوبه النهارده عاليه طب انا المفروض مثلا انا من الدقيقه كام لدقيقه كام مثلا ادوس في ان انا اجري وابذل مجهود ومن الدقيقه كام لا اخد نفسي واريح والمدرب يبدا يحط سيناريوهات لحاجه زي كده بالمناسبه عشان خاطر مثلا لما انا ادخل مباراه قدام فريق في اجواء زي دي انا ابقى عارف مثلا ان انا من الدقيقه كذا لدقيقه كذا ببقى مقسم المباراه طيب. عارف امتى هندفع امتى هلعب بشكل متوازن عشان ما اخسرش لعيبتي من الناحيه البدنيه لان في الاول والاخر برضو هم ممكن يكونوا فريق مش افضل حاجه لكن الاجواء دي بتاعتهم وهم معتادين عليها ممكن يكون الاجواء دي بالنسبه لهم تديهم افضليه عليا كمان فانا لا لازم اكون جاهز لموضوع الاجواء دي فكان القرار الصح ان انا اسافر قبلها بكذا يوم عشان اكون جاهز يعني انت شايف الوقت كان كافي لا الوقت كان كافي جدا انا ما اقدرش اسافر قبل كده كمان فلا ده كويس جدا ثلاث ايام المفروض لعيبه الزمالك خدت على الجو خلاص وجهزت نفسها ازاي تقسم مجهودها بين المباراه لكن انت بكره ما تتوقعش ان يبقى في مفاجاه في التشكيل بنسبه كبيره لا يعني احنا عارفين دماغ مستر جوميز كويس قوي وعارفين هو عايز يقدم ايه في الملعب واللعيبه اللي هو بدا يعتمد عليها او الثنائيات اللي هو بدا يستخدمها في الملعب وبقت واضحه شايفين زيزو هو كان على الشاشه يعني بنسبه كبيره جاهز على بنسبه كبيره جاهز لو جاهز طبعا هيشارك انا زيزو كي بلاير لا غنى عنه طول ما بالزبط. هو خلاص فت يشارك لان انا طبعا في امس الحاجه ليه الفتره دي وهو كان هيفرق معايا جدا في مباراه الذهاب فما اعتقدش ان التشكيل هيكون فيه مفاجات كبيره لا هو نفس العناصر اللي احنا قلناها لان زي ما قلنا جوميز عنده بعض العناصر في التشكيله ما يقدرش يتخلى عنها خالص زي مثلا ثنائيه المسلوسي وحسام عبد المجيد دي خلاص دي خلاص هو ثبت الاثنين دول في كيمياء بينهم خلاص هم فاهمين بعض بالزبط. نفس الكلام دونجا احمد حمدي يا اما دونجا محمد شحاته وخلاص عارف ان الاثنين دول موجودين وفاهمين بعض ومتفاهمين ما فيش داعي اغير خلاص عمر جابر وفتوح صحيح ما فيش غيرهم بس برضه حتى لو حاول ان هو يخرج عن السياق ويعمل فكره تامن له حاجه او تزود له حاجه لا هو فتوح وعمر جابر هيلعبوا جاهزين خلاص فمش هيبقى فيه مفاجات كتير طب شايف برضه بكره ممكن مستر جوميز يلعب من على الاطراف ولا يلعب من عمق الملعب ممكن نشوف بكره جبهات مثلا احمد فتوح ومصطفى شلبي او عمر جابر وزيزو شايف برضه انت من وجهه نظرك برضه في الاجواء دي على الملاعب الترتان في مباراه مهمه جدا مباراه لا تحتمل يعني اي خطا بالنسبه للاعيبه نادي الزمالك فشايف بكره ممكن تبقى طريقه اللعب عامله ازاي هو ممكن طريقه اللعب مش هتختلف كتير ولا كده وكده ممكن مش هتختلف كتير ينوع يعني ممكن ينوع في المباراه بالظبط هنكون بنلعب بشكل متوازن طبعا ارضيه الملعب ترتان زي ما احنا ذكرنا مش الارضيه اللي احنا معتادين عليها الاجواء مش معتادين عليها فانا طبعا مش هباغت مش هحاول العب بشكل مندفع اوفر دي حاجه الحاجه الثانيه لا طبعا طريقه اللعب نفسها او الهيكل الاستراكشر اللي احنا معتمدين عليه مش هيتغير بالليله وضحاها لا احنا بنلعب بيه بقالنا كذا ماتش فطبعا بناء عليه الهيكل ده مكمل لا انا عندي فتوح وعمر جابر هيفتحوا عرض الملعب عادي عندي الجبهه بتاعت فتوح ومصطفى شلبي دي انا هحمل فيها لعب كتير هعمل فيها اوفرلوك كتير وهعتمد عليها بشكل مستمر اوقات هستخدم زيزو ان هو يدخل العمق زيزو ان هو يدخل العمق وبيستلم ما بين خط الدفاع والوسط للمنافس لا بيبقى تفصيله مهمه جدا وبتخلق الفارق احمد حمدي والزياده الهجوميه اللي بيعملها بشكل عمودي للمنطقه لمنطقه الجزاء لا هتكون موجوده واحمد حمدي بقى هو المسؤول عن قصه الاختراق بالعمق بالظبط لا هي بتاعته طبعا خصوصا لما بيلعب بلاي ميكر لا بتفرق معاه جدا ناصر ماهر كمان مش موجود للاسف ناصر ماهر وعبد الله سعيد مش موجودين طبعا فلا انا عندي احمد حمدي هيلعب بلاي ميكر هو اللي هيأدي التفصيله دي فلا اعتقد من الناحيه التكتيكيه احنا طبعا في الحاله الهجوميه بنفتح عرض الملعب بالظاهرين عندنا المفروض الاثنين الوينجات بيدخلوا لعمق الملعب بس مصطفى شلبي لما بيشارك ما بيدخلش لعمق الملعب قوي يعني بيحاول دايما يستلم برده على نفس بيحب يلعب على الطرف على طول على خط على خط التماس كده بالظبط فبيحصل تبادل احيانا يا اما فتوح هو اللي بيدخل للعمق يا اما الاثنين بيكونوا على خط عمودي مع بعض عشان يعملوا زي ما نقول كده تجميع لعب مع بعض فده بيحصل احيانا لكن زيزو الناحيه الثانيه بيفتح الخط لعمر جابر وبيسيبه ان هو يصعد ويسيب له المساحه دي كبيره جدا وده سبب ان عمر جابر مؤخرا ما شاء الله يعني من بدايه فتره جوميز من اكتر اللعيبه اللي خلقت فرص للزمالك من لعب مفتوح فاحنا وارد هنشوف التفصيله دي برده وطبعا هنشوف احمد حمدي وزيزو بيمسكوا الممرات الداخليه وهيبقى في دور كبير جدا على محمد شحاته ونبيل عماد دونجا ان هم طبعا يامنوا الصعود والاندفاع ده كله هيبقى عندهم مشكله كفر تحولات الفريق الغاني بالظبط لازم عشان كده انا يعني ضغطت جدا على جزئيه محمد شحاته لازم محمد شحاته يكون موجود طيب عايز اقول لك ان كان في تفصيله برضو قبل السفر ان كان الكلام ان ممكن المباراه تقام على ملعب ترتان لكن المباراه تبقى موجوده على استاد بابا يارا استاد بابا يارا يعني
زي ما انت شايف النجيله بتاعته شبه النجيله يعني اللي احنا شايفينها من خلال تمرينات الزمالك. اكيد مش احسن حاجه او اكيد مش زي استاد القاهره طبعا كارضيه ملعب، لكن هتلعب على نجيل طبيعي، فده برضو يعني هتبقى الدنيا احسن او الدنيا يعني اسهل شويه لعيبه نادي الزمالك احسن من ترتاني انت عارف يعني. طبعا النجيل طبيعي افضل، لكن في الاول والاخر نجيل طبيعي يعني اهم حاجه الجوده بقى، جوده الارضيه برضه. لا الجوده دي ما اقدرش اوعدك بيها بصراحه. بالظبط يعني جوده الارضيه هي المشكله، ممكن العب على نجيل طبيعي جميل جدا بس اهم حاجه جوده الارضيه عامله ازاي، ولعيبه الزمالك المفروض انها اتدربت على الملعب نفسه. بس هو احسن من ترتاني. بالظبط يعني خلينا نتفق ان هي نقطه بالظبط احسن من الترتان صعبه جدا. اصابات الترتان صعبه جدا، وكمان التحكم في الكره على بالظبط انت مش متعود على طريقه لعب بالظبط. لاعب الزمالك مش معتاد او لعيبه مصر مش معتادين على اللعب على الترتان، دايما بيتدربوا على النجيل الطبيعي، مبارياتهم على النجيل الطبيعي. طبعا تحكمك في الكره على الترتان مختلف تماما، الكره طبعا بتنط بشكل مختلف. صحيح. بتتحرك منك بشكل مختلف، بتجري بشكل مختلف، فلا طبعا الملعب النجيل الطبيعي هيكون افضل. مشكلتنا بتكون احيانا بقى في الحفر في المطبات الحاجات دي، الملعب اللي هو ما بيكونش جودته افضل حاجة. صحيح. فدي بس بتبقى مشكلتنا يعني. طيب عايز برضو اتكلم معاك تشكيل انسب من وجهه نظرك بكره. زي ما قلنا احنا ان شاء الله محمد عواد، عندنا حسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي طبعا دول اساسيين، عمر جابر، احمد فتوح، نص الملعب ان شاء الله محمد شحاته ونبيل عماد دونجا، ان شاء الله في الوينج رايت هيكون احمد مصطفى زيزو، الوينج ليفت غالبا هيكون مصطفى شلبي، وهيكون عندنا احمد حمدي بلاي ميكر وقدامه سيف الجزيري. انت شايف ده انسب تشكيل؟ ده اقرب تشكيل يعني اعتقد. بالظبط ده اقرب تشكيل وانسب تشكيل، وغالبا في الشوط الثاني ممكن نبدا نشوف بقى سامسون، نشوف متيابة، نشوف ممكن مهاب ياسر ومحمد عاطف، ممكن زياد كمال. ده على حسب بقى سير الماتش بقى والنتيجه بالظبط، على حسب النتيجه. وممكن يحصل مفاجآت في التشكيل الاساسي. انا اعتقد وارد جدا مستر جوميز لما يشوف الاجواء، يشوف الملعب مثلا، يغير شويه في قناعاته، يغير في اختياراته شويه. يعني ممكن تشوف متيابه بكره اساسي عادي من اول الماتش، ممكن عادي جدا يعني، لان هو زي ما قلنا الملاعب دي ملعبه، دي الملاعب اللي هو اتربى عليها اتاسس فيها، فممكن يكون متيابه هيكون احسن من اي لاعب في الزمالك، يقدر مثلا يكنترول الكوره ويتحكم فيها ويدي في الملعب افضل من اي لاعب في الزمالك في الظروف دي. طب انت ايه رايك او تقيم متيابه بايه خلال الماتشات اللي انت شفتها له الماتشات اللي فاتت؟ يعني انا ما اقدرش برضو ادي تقييم كامل على لاعب، ليه؟ لان انا ما لحقتش اشوفه برضو 10 15 ماتش. انا عارف انها مده كبيره 10 15 ماتش، بس هو بس يعني بيقول لك اللعيب بيبان، اللعيب بيبان، اللعيب بيبان يعني. بس هي برضو زي ما نقول انا خايف اظلم الولد، وفي نفس الوقت اخاف اديله تقييم اوفر اللي هو ايه، ممكن برضو لا يعني احنا كده افورنا في التقييم. لا هو لاعب ممكن نقول عليه كويس، الجانب الدفاعي عنده شفناه في مباراه القمه كان ممتاز جدا، بس لسه الجانب الهجومي ما شفناهوش، لسه ما شفناش الجانب الهجومي هيقدم لنا ايه. دي حاجه ممكن محتاجه كذا مباراه. احنا شفناه لما كان بيقدر يدافع كان لا قدم مباراه دفاعيه ممتازه جدا، لكن لسه بقى الجانب الهجومي دي انا عايز اتفرج عليه مره واتنين عشان اقدر اقول هل متيابه فعلا صفقه كويسه ولا مثلا ممكن يكون محتاج مشاركات مثلا يطلع اعاره. بتتكلم ان هو عايز لسه يشارك وقت اكبر عشان تقدر تحكم عليه. بالظبط كده. طيب استاذ محمد خلينا نروح معاك لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن هل تفضل بان يبدا جوميز بشكل هجومي مباغت ام باسلوب لاعب متوازن امام دريمز الغاني. تعالوا كده ناخد اراء ورسائل جمهورنا اللي بعتوها لنا على السوشيال ميديا، ونبدا من عند سيد فارس. بنصبح عليك يا سيد، بيقول لازم الزمالك ينزل ضاغط من بدايه اللقاء واللعيبه تلعب بروح وعزيمه واصرار، لان المباراه لا تقبل الكسمة على اثنين، وان شاء الله بخبرات وامكانيات الملكي الزمالك في النهائي. هبه خلف بنصبح عليك يا هبه، وتقول الافضل اللعب المتوازن مع استغلال الفرص المتاحه، لان فريق دريمز فريق مش سهل انك تلعب هجوم مباغت عليه، واهم حاجه التركيز واللعيبه تلعب بحماس ورجوله وروح التيشيرت الابيض داخل ارضيه الملعب، ان شاء الله الفوز والصعود هيكون من نصيب الفارس الابيض. بنشكرك يا هبه. احمد اشرف بيقول اتمنى نبدا بتشكيل متوازن واللعب يكون هادئ، واتمنى يكون في حسم للفرص وربط جيد بين الخطوط، وان شاء الله يكون اللعيبه والجهاز الفني على قدر المسؤوليه، وان شاء الله نصعد للنهائي والكونفدراليه زملكاويه ان شاء الله يا احمد. لمياء حسن صباح الخير عليك يا لمياء، وبتقول لابد من بداية المباراة بشكل هجومي مباغت وتسجيل هدف مبكر في الدقائق الأولى لإرباك حسابات المنافس، أهم حاجة التركيز واللعب الجماعي واستغلال أنصاف الفرص، واللعيبة تلعب بروح وحماس ورجولة وبالتحدي والعزيمة يقدروا يحققوا الفوز ويتأهلوا للنهائي، وكل الدعم والتوفيق لنادينا العظيم إن شاء الله يا لمياء. و بنشكر اكيد كل جمهورنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تفاعلهم ورسائلهم معانا على موضوع حلقتنا. استاذ محمد اخيرا رسالتك للاعيبه نادي الزمالك بكره.
رساله اللاعبين نادي الزمالك ان احنا عايزين نظهر رسالتك بقى كزملكاوي بقى احنا عايزين نظهر اننا نادي الزمالك ودي كلمه يعني المفروض انها ممكن تكون كلمه عاديه لكن هي عميقه جدا عايزين نظهر ان احنا نادي الزمالك بمعنى انت عندك تارجت انا عايز اوصل النهائي انا عايز اكسب البطوله فانا رايح بكره عشان اكسب ان شاء الله فانا رايح بكره ان انا اكون في كامل تركيزي انا رايح بكره في ان انا اكون في كامل قوتي اظهر بشكل قوي جدا قدام الفريق اللي انا هواجهه ده اعرفه ان المباراه الذهاب دي يعني ده حاجه انت ما كنتش تحلم ان انت تطلع متعادل معايا من القاهره لا انا هظهر بكامل قوتي هقدم كامل مستوايا خلينا عارفين ان في جمهور ورا الفريق بيدعمه وبيسنده وفي نفس الوقت الجمهور ده منتظر البطوله دي بفارغ الصبر البطوله دي هتعوض حاجات كتير ان شاء الله فاتمنى كل لاعبي الزمالك يكونوا طبعا على قدر المسؤوليه اتمنى كل لاعبي الزمالك يكونوا في كامل تركيزهم ان شاء الله الجمهور وراهم وبيدعمهم باذن الله يعني نرجعوا بكره كسبانين ان شاء الله ونكون منتصرين باذن الله ونوصل للنهائي ان شاء الله باذن الله يا استاذ محمد يعني انت شرفتني ونورتني ربنا يعزك بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله باذن الله كلنا اكيد بنتمنى التوفيق للزمالك شكرا جدا شكرك يعني مشاهدينا خلصنا كلامنا النهارده في نهارك ابيض يعني كان كلام مهم جدا حول بعض النقاط الفنيه مع الاستاذ محمد علاء المحلل الرياضي اخيرا بنتمنى كل التوفيق لفريق نادي الزمالك بكره بنتمنى كل التوفيق لكوماندوز نادي الزمالك النهارده الساعه ان شاء الله 8 مع فريق الترجي التونسي ويحقق لقب الكاس الكؤوس الافريقيه وان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق لكل الالعاب الجماعيه هذا الاسبوع ان شاء الله يكون حافل لنادي الزمالك والجماهير نادي الزمالك ان شاء الله اشوفكم بكره على الف خير في حلقه جديده من نهارك ابيض.